مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأسبوع القادم. هناك تذبذب وتغير في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض خلال أيام الأسبوع القادم. أعزائي المشاهدين، التفاصيل بعد الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد. يوم الأحد نتوقع ارتفاع على درجات الحرارة، تصبح أعلى معدلاتها ما بين 5 إلى 6 درجات مئوية، وأجواء مشمسة بامتياز، أجواء لطيفة بالنهار لكنها تميل قليلا إلى البرودة ليلا. إربد 26 أو المناطق الشمالية تتراوح العظمى بحدود 26 والصغرى 15، المناطق الوسطى العظمى 25 والصغرى 14، المناطق الجنوبية العظمى 22 والصغرى 14، العقبة 33-22، ومناطق البادية الجنوبية العظمى 29 والصغرى 16، ومناطق البادية الشرقية العظمى 33 وأجواء مغبرة والصغرى بحدود 14 درجة مئوية. أما يوم الاثنين، يوم الاثنين في انخفاض أو بداية الانخفاض تدريجي على درجات الحرارة، وأيضا هناك نشاط في سرعة الرياح، وبالتالي بتكون الرياح نشطة مع حبات أحيانا بتزيد فيها سرعة الرياح عن السرعة النشطة، وبالتالي تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة في مناطق البادية الجنوبية والبادية الشرقية من المملكة. تقريبا درجات الحرارة يوم الاثنين بتكون قريبة من معدلاتها مع أجواء مشمسة، لكن الأجواء زي ما حكيت مغبرة. المناطق الشمالية العظمى 23 والصغرى 11، المناطق الوسطى 21-8، وأيضا المناطق الجنوبية 21-7، الخليج العقبة 33-18، والبادية الجنوبية 28-12، وأيضا مناطق البادية الشرقية 31-10 درجات مئوية. لكن درجات الحرارة اللي بنلاحظ أنه درجات الحرارة الصغرى هي أجواء باردة أثناء الليل، ستكون ليلة الاثنين على الثلاثاء. يوم الثلاثاء انخفاض آخر واضح على درجات الحرارة مع ظهور السحب المنخفضة، وتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية. الأجواء بشكل عام يوم الثلاثاء باردة نسبيا أثناء النهار، ولكنها باردة بالليل. العظمى في المناطق الشمالية 18 والصغرى 9، المناطق الوسطى 16، منطقة عمان والمنطقة الوسطى تقريبا العظمى بحدود 16 والصغرى 6، المناطق الجنوبية 15-7، خليج العقبة 28-16 درجة، والبادية الجنوبية 22-8، والبادية الشرقية 24-9 درجات مئوية. إذا أجواء باردة بامتياز أثناء الليل، باردة نسبيا أثناء النهار، هذا يوم الثلاثاء. لكن يوم الأربعاء إن شاء الله تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي، لكن يوم الأربعاء تبقى أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية. أيضا يوم الأربعاء تخف سرعة الرياح ويتلاشى الغبار تدريجيا. المناطق الشمالية العظمى 21 والصغرى 11، المناطق الوسطى 18-10، المناطق الجنوبية 18-12، خليج العقبة 28-19، البادية الجنوبية 24-12، والبادية الشرقية 23-10 درجات مئوية.
يوم الخميس وبإذن الله توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من المعدل بقليل، ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية. أجواء مشمسة تقريبا، لطيفة أثناء النهار لكنها تميل إلى البرودة أثناء الليل. المناطق الشمالية 25 إلى 13، المناطق الوسطى 23 إلى 12، المناطق الجنوبية 22 إلى 13، خليج العقبة 31 إلى 22، والبادية الجنوبية 26 إلى 13، بينما البادية الشرقية 27 إلى 12 درجة مئوية. يوم الجمعة إن شاء الله تستمر أو يستمر الارتفاع في درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة أعلى معدلاتها، ما بين 5 إلى 6 درجات مئوية. تعود الأجواء معتدلة بالنهار وأيضا تعود لطيفة بالليل. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 28 والصغرى 17، المناطق الوسطى 25 إلى 15، مناطق الجنوبية 23 إلى 15، خليج العقبة 35 إلى 24، والبادية الجنوبية 28 إلى 14، والبادية الشرقية 28 إلى 13 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع السلامة، ولكم تحية طيبة من طقس العرب، وشكرا لاستماعكم. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدر سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.